بركان الجبل ثور يا 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 بركان الجبل ثور يسقط حزب الدكتاتور يسقط حزب الدكتاتور يسقط حزب الدكتاتور نسويت على دير الزور اليوم نحن من المقرن القبلي هذا المقرن مقرن الكرامي هذا المقرن مقرن حمد البربور وعيسى عصفور نحن أحفاد سلطان الأطرش مش متراجعين عن حراكنا السلمي ورسالة لهذا النظام الغاشم لهذا النظام الطاغي منقول له أنت ما تذكرت تقف بمسيرات وقتما كنت تقصف شعبك أسا تذكرت أنه في أنت خايف على غزة وينك عن شهداء إدلب اللي كل يوم عم تقصفهم وينك عن شهداء حلب وينك عن شهداء سوريا وأطفال سوريا اللي صارت تحت الردم نحن منقول لك أنت نظام طاغي وغاشم نظام نحن من نهدك الله راد نهاية هذا النظام بهذه المحافظة محافظة الكرامي نحن أحفاد وعلي قسام الحناوي وأحفاد سلطان أطرش مش متراجعين عن هذا الحراك لحتى نسقط هذا النظام الغاشم اللي قتل شعبه وهجر شعبه وهجر الملايين وقتل الملايين بمعية أوادم هذه المحافظة جميع وتحت خاطر مشايخنا وبمعية كل صاحبين الكرامي والوطنيين أعطيكم العافية.